ينضم إلينا للمزيد من المتابعة من معبر رفح رمضان المطعني مراسل القاهرة الإخبارية بعد التحية. رمضان، كيف تبدو الأجواء في المعبر حاليا مع استمرار إغلاق إسرائيل لهذا المعبر، معبر رفح، من الناحية الفلسطينية طبعا؟ نعم ليلاس، سأبدأ بالوضع الميداني المشتعل على مدار يعني الساعة الماضية. هذا الوضع والاشتباكات والقصف العنيف في محيط معبر رفح خاصة من الجهة الغربية، هذه الاشتباكات من الواضح أنها ما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل مقاومة فلسطينية. هذه الاشتباكات التي استخدمت فيها مختلف الأسلحة، وجاء بيان كتائب القسام منذ دقائق الذي أعلن عن استهداف قوة من الجنود الفلسطينيين، 5 جنود، عن طريق استدراجهم لأحد العبوات الناسفة في محيط مسجد التابعين بشرقي مدينة رفح. بعدها جاءت الاشتباكات العنيفة في مختلف المحاور، سواء من المحاور التي تقدم بها الجيش الإسرائيلي منذ الصباح وحتى الآن في شرقي هذه المدينة والمناطق التي يتمركز فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك أيضا هذه العمليات التي تقوم بها فصائل المقاومة منذ هذا اليوم، والتي أسفرت أيضا عن استدراج قوة من الجنود الإسرائيليين، جنود الاحتلال الإسرائيلي، إلى أحد المنازل، وتم التعامل مع هذه الجنود الاحتلال داخل المنزل والاشتباكات من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، وتم يعني الاشتباك من المسافة صفر. بعدها تم تفخيخ هذا المنزل عن طريق عبوة ناسفة أدت إلى مقتل 15 جنديا إسرائيليا، وهذا حسب بيان كتائب القسام، ولم يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن عن عدد الجنود القتلى في هذا الاستهداف. لكن الوضع في محيط معبر رفح سواء من الجهة الغربية والجهة الشرقية هو يعني اشتباكات عنيفة بلغت ذروتها في العشر دقائق الماضية. هذه الاشتباكات التي ما زالت مستمرة بين يوم وآخر تستهدف فصائل المقاومة، هذه القوات التي تسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. وبنظرة يعني سريعة عن التقدم الخاص بجيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا المكان، منذ أن سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على المعبر من الناحية الفلسطينية وتوغله في شرق هذه المدينة شرقي رفح، هي لم يعني يستطيع أن يخترق هذه المسافة إلا 3 كيلومترات، وهي محور التقدم الخاص بجيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا يعود إلى الاشتباكات والتقدم الذي تحرزه أيضا قوات الفصائل المقاومة الفلسطينية من صد هذا التوغل على مدار الساعات الماضية ومدار الأيام الماضية، سواء من استهداف الأرتال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجنينة وحي السلام، وهذه التمركزات التي يعني استقر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هناك العمليات التي لا زالت مستمرة من قبل المقاومة الفلسطينية على مدار الأيام الماضية وحتى الآن. وبحسب الإعلان الخاص بجيش الاحتلال الإسرائيلي قال أنه يعني خسر في الأسبوع الماضي منذ بدء العمليات قرابة 100 جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما بين قتيل وما بين جريح، وهذه يعني بعض البيانات التي ربما تؤكدها البيانات الخاصة بفصائل المقاومة الفلسطينية عن طريق اليوم هو استهداف قرابة 15 جنديا، بالإضافة إلى العملية الأخيرة التي قامت بها كتائب القسام التي أسفرت عن مقتل 5 جنود وإصابة آخرين عن طريق هذه العمليات التي تقوم بها المقاومة من استدراج هذه القوة المترجلة من جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى أحد المنازل أو سواء إلى أحد المناطق التي يتم يعني زرع هذه العبوات بها، ثم بعد ذلك انفجارها في هذه المناطق التي تقوم بها الفصائل المقاومة الفلسطينية بالإعداد لها مسبقا. الاشتباكات يعني في هذه الأثناء ربما هدأت قليلا، ولكن تبقى أصوات المدفعية بين الحين والآخر من قبل قوات الجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الغربية بين الحين والآخر. الوضع أيضا يعني ما زال على حاله، منطقة معبر رفح من الجانب الفلسطيني ما زالت مغلقة تماما، وأصبحت منطقة عمليات وسط هذه النداءات من دول العالم المختلفة، وكان آخرها هذه الوثيقة أو الرسالة التي وقعها 13 دولة من مختلف عواصم العالم التي تحث الجانب الإسرائيلي على إدخال المساعدات الإنسانية، وكذلك أيضا يعني الذهاب بعيدا عن منطقة المعبر الإنساني وفتح المعابر مرة أخرى. وهذه العملية التي زعم
جيش الاحتلال أنها عملية محدودة، ولكن مع إضافة بعض هذه القوات التي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلية على الأرض وزيادة أحد الألوية الإسرائيلية أيضا في شرقي رفح، ما ينذر بأن العملية لن تكون عملية محدودة، سواء من خلال هذا الغارات الجوية وكذلك المدفعية التي تستهدف مختلف المناطق في مدينة رفح، وكذلك أيضا الأليات العسكرية التي ترتكز سواء في شرقي رفح في منطقة الجنينة، وكذلك أيضا حي السلام، وكذلك أيضا وسط المدينة، وكذلك محور صلاح الدين. كل هذا يؤشر إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح تتزايد يوما بعد الآخر، حتى مع انقطاع تام لكل المساعدات الإنسانية التي لازالت على حالها هنا في محيط معبر رفح من الجانب المصري. آلاف هذه الشاحنات التي ما زالت لا تراوح مكانها من مختلف شوارع منطقة العريش، هذه الشاحنات التي يعني ما زالت لا تراوح مكانها منذ أن سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. هذه الاشتباكات لو تسمعي ليلاس التي تجددت مرة أخرى الآن عن طريق استخدام الأسلحة الآلية في الجهة الغربية، كما نسمع الصوت الذي يأتي من معبر رفح من الجانب الفلسطيني. يبدو أن هذه يعني الليلة التي بدأت ساخنة للغاية سوف تستكمل في ساعات الليل كما تعودنا أن تكون أشد ضراوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء في الاستهداف المدفعي أو الغارات الجوية التي تكون بعد هدوء يعني الليل. تأتي هذه الغارات بشكل كبير تستهدف مختلف هذه المناطق وسط عمليات النزوح الكبيرة التي تخطت 650,000 نازح من مدينة رفح الفلسطينية إلى منطقة المواصي. هذا الوضع العشوائي الذي رسمه الاحتلال جراء هذا القصف وبث هذا الرعب في نفوس المواطنين في مدينة رفح لكي تكون هناك عمليات النزوح الكبيرة، وذلك وفقا وذلك لا يتوافق مع خطة الاحتلال الإسرائيلي الذي قال أن هذه العملية هي عملية محدودة للغاية، وحتى الأماكن التي حددها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول هذه العملية والعملية العسكرية في رفح لم تكن حتى الآن هي الأماكن فقط التي حددها، ولكن هناك نزوح من مختلف الأماكن في مدينة رفح. هذا هو المشهد حتى الآن للأسف. من معبر رفح رمضان المطعني مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك على هذه المعلومات.